مجلس الشيوخ صرح هام في الحياة النيابية المصرية، تقرر إنشاؤه ضمن التعديلات الدستورية لسنة 2019. بيضم في عضويته 300 عضو، 100 بالنظام الفردي و100 بنظام القوائم و100 بالتعيين، بيتم توزيعهم على 27 دائرة بتخصص للانتخابات بالنظام الفردي و4 دوائر فقط بنظام القوائم. مدة عضوية المجلس 5 سنين، ومن أبرز شروطها إن سن العضو أقل حاجة 35 سنة ويكون حاصل على مؤهل جامعي. خليك عارف إن كل قايمة مخصص ليها 15 مقعد بس، يكون منهم 3 مقاعد للنساء على الأقل. في الآخر خليك فاكر إن الانتخابات هتبدأ من النهاردة 11 أغسطس وهتستمر لحد بكرة، وفي حالة الإعادة هتكون في الخارج يوم 6 و7 سبتمبر وفي الداخل 8 و9 سبتمبر. أما النتيجة النهائية هيتم الإعلان عنها في 16 سبتمبر.